استاذنك نلحق كابتن ميمي عبد الرزاق قبل ما ينام. كابتن ميمي الف الف مبروك. كابتن عميد، كابتن ميمي عامل ايه يا كابتن؟ الف مبروك حبيبي واخويا ونشره عمر انت عارف. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. قرايب برضه بس من بعيد. قرايب طبعا على دماغي يا كابتن والله. معايا الاستاذ جمال الزهيري. اتفضل. استاذ جمال الزهيري طبعا يا سيدي. مبروك يا دكتور والله، ونشره عمر يعني. مبروك يا دكتور على الاداء. بس الناس النهارده كانت متابعه الرياكشنز بتاعتك. لا انا اقول لك على حاجه بقى والله العظيم، يتعمل لك كليب يعني. انا كنت عايز اجي لك يا كابتن ميمي في ضربات الجزاء اقول لك لا مش كده. استاذ جمال. نعم يا فندم. ارسلني انا قبل كده ضربات جزاء مع النادي الاهلي بالظبط. كاس الاتحاد سنه 90 كان الحكم ثابت البطل. ايوه. وكان ايه الله يرحمه. وكان عندي لاعب اسمه وليد فتحي دخل حتى في بلنتي نمره 5. اقسم بالله العظيم يا استاذ جمال انا شايف كل ضربات الجزاء. بس انا بقعد زي ما انت عارف كل مدرب ليه حاجات. ايوه. فانا بقعد يعني خلاص بقعد على الدكه بتفرج يعني. ده دليل حمدي زكي اول بلانتي عاملها تشيب انا شايفها. ثاني بلانتي والله يا دكتور احسن رياكشن شفته للمدرب. الانفعال. يا كابتن استاذ كمان. أيوه. الانفعال لان الكلام ده قاعدين ايه؟ الناس كتر خيرها. الانفعال لا مؤاخذه مش هندق لبانه وانا قاعد متحمل مسؤوليه كده. لا 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 خالص. لا بالعكس ده انا بقول لك احسن رد فعل. لا لا رهيب. بقول لك يا كابتن ميمي احنا كلنا كان والله العظيم كان انا كان قلبي انا خايف عليك يحصل حاجه. والله بجد الرياكشن بتاعك يعني انا خايف يحصل حاجه. احنا بنعرض الرياكشن دلوقتي لو حضرتك شايف. اتفضل. انت بتكلمني دلوقتي اهو خد بالك لان هم دلوقتي في حاجه النغمه الجديده. خد بالك انا هقول لك على حاجه. انا هعمل كوميسيون طبي واجيب كل حاجه لها سليم. ما انت بص مش انتوا تلاقيني طلعوا اي حاجه اقول لك ايه اصلي العمليه مش عارف ايه الاعصاب اعصاب ايه. طب انا بتكلم دلوقتي مع كابتن ميدو اهو استاذ جمال الزهيري زي الفل. اقول لك الخمس بس في حاجه عشان نتحمل المسؤوليه عايش بكل جوانحي ومسؤوليه ثقيله. صحيح صحيح. الممثل لما بيطلع الجمله يقول لك ايه تقمص الشخصيه. بالظبط. انا بتقمص الشخصيه بضربات الجزاء. بالظبط. اعمل ايه؟ ربنا بيكرم الحمد لله. لا وربنا يوفقك والله الف مبروك. استاهل الماتش يا استاذ جمال. استاهل من خلال المباراه. صح. كنا احسن انا تكتيكيا وفنيا كنا احسن بصراحه النهارده. كنت احسن يا كابتن ميمي. وكمان انت بتلاعب خصم تقيل ومعاه مدرب كمان تقيل وحضرتك طبعا مش هتكلم عن حضرتك لاني شهادتي مجروحه فيك لكن بتلاعب بالظبط فني سموحه. طب وكده مين اللي هيمسك سموحه بقى؟ مدير فني سموحه القادم. ايوه, أيوة. كده حضرتك اللي هتبقى في سموحه ولا كابتن علي؟ والله يا استاذ جمال انا بخلص. انت عارف انا ارتبطت بسموحه. انت لغايه نهايه الكاس. وكل وقت كان بيطلب مني. انا بيطلب مني بالبشمهندس فرج الحمد لله لان كان مطلوب مني ما كنتش برفض. وانت معاشرني من زمان. انت طول عمرك كده. ما انا كان لسه معاك كابتن فتحي مبروك. كابتن ميمي. اكيد طبعا. حتى ميدو مصعد اند من الدرجه الاولى. راح كان وكنت بتمنى اجيبه المصري وبجيبه في اي حته. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. هو له علاقه معايا مع دمياط. اكيد. ان يعني قريبه دكتور زميلي. اكيد اكيد. فانا بصراحه خلصت بعمل اللي عليا بما يرضي الله. وفي حاجه النهارده لما انت بتشتغل بضمير وعارف ان في مدرب جاي انا ممكن اكبر دماغي. بس لا لو بتشتغل وبتشتغل بضمير الناس كلها شايفه قد ايه انت كنت عايش ضربات الجزاء دي. الناس كلها يعني مقدره. الناس كلها مقدره. الراجل وصل نهائي كاس مصر فعلا. ومش فعلا. بعيد ان شاء الله. وقبل كده والله نتائجه على طول لما بيمسك فرقه سموحه بيبقى اداء حلو ونتائج جيده جدا يعني. والله كابتن ميمي كان معايا كابتن فتحي مبروك قبل ما الاستاذ جمال الزهيري يشرفني وبرده نفس الدور الاهلي بيطلبه في اي وقت الراجل بيكون على قد المسؤوليه زي حضرتك تماما في سموحه. المهندس فرج عامل بيطلبك في اي وقت بتكون على قد المسؤوليه ومسؤوليه كبيره كمان وبتكون قدها. ما شاء الله يعني بصراحه. صحيح. والله يا كابتن ميمي انا اقول لك على حاجه برده قناه الاهلي مش انت فيها خلي بالك انا بحترم هذه القناه وبحترم النادي الاهلي بخلاف بقى من القيم والمبادئ والله ليس رياء. ربنا يخليك. دخلت قبل كده كابتن ماهر همام فالحمد لله بتدوا للناس حقها. انما انا بقول لك الحمد لله كابتن ميدو الحته دي لما بتبقى قاعد يعني انت عايش اللي انت مجهودك بيروح مثلا زي ما انت بتقول لان النهارده انا عارف حسيت بايه ان ربنا هيديني لان في الماتش كنت كويس. بالظبط. عارف لو في الماتش كنت وحش كان ممكن ربنا ما يدينيش. بس انا اللي كنت راكب الجيم كتير الحمد لله. بالظبط بالظبط. احساسك ايه يا كابتن ميمي؟ انا عارف ان سالت السؤال ده كتير جدا لكن احساسك ايه لما دخل فيك او احتسبت ضدك ضربه جزاء؟
والله حسيت وخلاص والماتش بيلفظ انفاذه الاخير في الدقيقه 91 بالظبط. في الدقيقه 91 الاربع دقائق وبعدين حتى انا تغييراتي والله العظيم كابتن ميدو يعني ناصر ماهر اللي ما حدش بيعرفه بيلعب هو تعبان. ناصر ماهر كان تعبان مريحه الماتش اللي فات والنهارده انا عامل السيناريو. الناس زي استاذ جمال بيقول لك كابتن ميدو كنت لعيب كوره، الكوره دي لعبه احتمالات. انت مخرج بتعمل السيناريو بتاع 90 دقيقه صحيح. انت كذا دلوقتي كذا لاعب هيقل معاك، لاعب ممكن ما يقلش، لاعب ممكن يعلى. وبعدين صح كابتن ميدو احنا جهاز فني انا والكابتن علاء عبد الغني معايا والكابتن عبد العال ولا معايا مدرب احمال، فالحمد لله بننفذ. النهارده تجري دي ماتشين اكسترا تايم في ست ايام. ايه الاوراق اللي عندك بقى للماتش النهائي؟ النهائي بقى اخباره ايه يا كابتن؟ الزمالك فرقه قويه. انت عارف يا استاذ جمال اول ما الاهلي خرج الناس كلها طمعت في الكاس لان الفرقتين عقبه لاي حد على مستوى مصر صحيح زي الكره المصريه. لازم نقر بذلك ونعترف بذلك تمام. يعني النهارده لما انا لعبت الاهلي يوم مباراه 3-0 بتاعت باسيرو انا قلت للعيبه في الاوضه قلت لهم ال 90 مليون بيقولوا نتغلب واحد بس ممكن نقول نكسب اعملوا انت الواحد فيوم انا كسبت 3-0. انا فاكر انا حضرتك دخلت معايا في حوار وقلت لي فعلا الجمله بتاعت حضرتك دي حاجه كانت محفزه جدا للعيبه. فانت بقى في حاجه بتلعب الزمالك تيم كبير تيم قوي، بل بالعكس لازم اشتغل ضغوط حتى بقى نفسيه بقى كاستاذ في الجامعه هشتغل ضغوط من اللعيبه انزلوا متعوني اتمتعوا ما تتأيدوش اتمتع في نظام الخطه اللي احنا عاملينها. ومباراه لعيبه كمان يا كابتن ميم، مباراه لعيبه بدون جماهير اساسا كمان. تمام. وخلي بالك يعني اللي مشيت اكتر مني الزمالك عاوز بطوله وعاوز يعمل، فهتلقى برضه شرطه عصبيه حركات زياده، انما انا الحمد لله هدي فريقي كويس جدا وربنا يوفق الاحسن. ما هي فرقه قويه بس احنا كمان فرقه قويه الحمد لله. طبعا فرقه قويه جدا. انت في نهائي كاس مصر يا كابتن ميمو محقق نتائج ولا اروع في الدوري العام. لكن النهارده بلاعب عيال صغيره النهارده يعني اسلام صالح ده ما كانش بيلعب. بالظبط بالظبط. ابراهيم عبد القوي النهارده بيلعب. الحمد لله يا كابتن ميمو. يعني كابتن ميمي حضرتك قلت لك علي ماهر رديت عليا رد بصراحه يعني انا وجع لي قلبي بصراحه شويه. قلت لي المدير الفني اللي جاي لسموحه. يعني شايف الموضوع ازاي؟ انا كميمة عبد الرازق اقول لك على حاجه كده موقف صعب كمال الزهيري. ايوه ده العقد شريحه المتعاقدين. النادي سموحه متفق مع الكابتن علي ماهر. انا النهارده بصراحه كابتن علي قبل الماتش سلم عليا واجا شكرني لان انا كمان كنت بشكر فيه بحق ربنا. هو والكابتن حسام حسن والكابتن حسام البدري كل المدربين طبعا اكفاء على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بس انا ايه كنت بشكر فيهم بصراحه بامانه. يعني الراجل الاسيوطي فعمل برضه شغل 41 بونت، فهو جه النهارده قال لي ايه انا بشكرك إيه لان كان في خلاف بينا في المباراه بتاعت الاسيوطي في الاسيوطي كانت 0-0 خلاص كنا مشدودين شويه. فالراجل النهارده شكرني بعد المباراه بصراحه جالي عند اوضه اللبس وقال له مبروك، قلت له ربنا يوفقك واي حاجه تعوزها من سموحه او اي حاجه انت اخ ليا صغير انا تحت امرك في اي حاجه بالنسبه لك تعوزها. ده حاجه جميله. انما الاحترام هو متعاقد. بس انا في حاجه انت بتقولها يعني كان الواحد بقى ايه لو نفسيته وحشه او الكلام ده يقول لك يا اخي لا 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 وتعمل انت إيه؟ عشان كده ربنا بيكرمك يا كابتن ميم بصرف النظر عن مجهودك وبصرف النظر عن يعني اجتهادك التدريبي، ربنا بيكرمك عشان قلبك الطيب ده. دي حقيقه وكل وانت الناس وانت مستمر بقى في قطاع الناشئين. احنا جهاز ثلاث انفار تبص الجهاز ومعانا الكابتن عاطف حنفي راجل محترم بصراحه بيدعمنا كل الدعم والباش مهندس. فانا الحمد لله كابتن ميدو بعمل اللي عليا اخلص الموسم زي ما استاذ جمال قال وباذن الله ربنا اقعد مع الباش مهندس واشوف الوضع ايه الحمد لله. وهتستمر كقطاع الناشئين بقى كابتن ولا والله يا كابتن والله لم ابلغ استاذ جمال لم ابلغ لا لا انا ببلغ حضرتك اكيد. هو المهندس فرج عامر اكيد راجل بيقدر كل الرجاله اللي بيتعبوا في المهندس فرج مش هينسى. خلي بالك من ضمن الناس اللي اعطونا الفرصه خلي بالك اكيد بالظبط يعني هو في ايده يجيب احسن مدربين على مستوى العالم. انما دي حاجه تدل لا وهو الراجل بيثق في حضرتك اكيد اكيد عنده ثقه فيا واحنا اصحاب اصلا وعنده ثقه والحمد لله انا قد الثقه. انما انا بصراحه بما يرضي الراجل متفق معايا لنهايه الموسم
بصراحه. اكيد عشان كده اما يجي الكابتن علي ماهر ده حق من حقوقه، خدت بالك؟ نعم. يعني يعني يوصف. يعني كابتن ميمي، مباراه الكاس اكيد طبعا حضرتك اللي هتديرها فنيا، علاء عبد الغني مكمل ولا رايح الاسيوطي؟ لا علاء مكمل معايا لاخر يوم. بعد 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 كده بعد راح الاسيوطي مع كابتن سامي الشيكلي. راح الاسيوطي مع كابتن سامي الشيكلي، لكن مباراه النهائي حضرتك هتديرها فنيا كامله. انا فنيا انا والجهاز بتاعي علاء عبد الغني ومحمد عبد العال. ان شاء الله بارك لك كابتن ميمي باذن الله. الله يخليك كابتن ميمي.